محمد شعوى، مدرب الكبير الكوبي بيدرو لويس دياز. أنا فخورة جدا بهذا التتويج خصوصا بلدي الجزائر هنا في باريس. حضرت تقريبا 8 سنوات وأنا حاضر لهذه الأولمبياد. الحمد لله اليوم كنت في الموعد وربحت بالمقابلة، فزت بالمقابلة. إن شاء الله مقابلة ثانية وإن شاء الله التتويج كذلك. أود أن أشكر العالم كلهم. نعم، هذه قضية تمس الكرامة والشرف كل مرأة أو كل أنثى، أن الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني، ولكن أنا عندي الله. الله أكبر، الله أكبر. افتح أكياس شيبس لوكس، تبقى لك شارجي، أهدر، كونيكتي، استمتع بالصيف بصحتك. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.